الأميرة لالا خديجة، جمال ملكي يخطف الأنظار في استقبال ماكرون بالرباط. استقبال شعبي حافل للرئيس الفرنسي وجلالة الملك يصافح المواطنين. السلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وجديد الأخبار الحصرية. اليوم لفتت الأميرة لالا خديجة ابنة الملك محمد السادس الأنظار في الرباط خلال استقبالها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تميزت بإطلالة ملكية جذابة تشبه والدتها، مما أثار إعجاب المغاربة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. هذا الظهور النادر للأميرة الشابة جعل من حديث الساعة وأضفى لمسة خاصة على هذا الحدث الرسمي. زيارة الرئيس الفرنسي تأتي في إطار إعادة تعزيز العلاقات التاريخية بين المغرب وفرنسا بعد فترة من التوتر، وقد كانت الأميرة لالا خديجة جزءا أساسيا من هذا الاستقبال الرسمي، مما يعكس دورها المتزايد في المشهد الدبلوماسي المغربي. لا شك أن جمال وأناقة الأميرة لالا خديجة يعكسان الفخر المغربي ويجعلانها رمزا للجمال الملكي الذي يمثل بلادها على المستوى الدولي. تابعونا على كوكب الفن لمزيد من التفاصيل عن هذا الحدث الملكي المميز وآخر أخبار الفن والسياسة. حل رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إيمانويل ماكرون وحرمه السيدة بريجيت ماكرون عشية اليوم الاثنين بالرباط في زيارة دولة للمملكة المغربية بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصولهما إلى مطار الرباط سالة، وجد رئيس الدولة الفرنسية والسيدة بريجيت ماكرون في استقبالهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد وصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا خديجة وصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم. بعد ذلك انطلق الموكب الملكي إلى القصر الملكي العامر بمدينة الرباط وسط ترحيب واستقبال شعبي حافل. جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وطوال مسار الموكب الملكي كان يحييان المواطنين الذين اصطفوا على طول الطريق لاستقبال ضيف جلالة الملك. هذا وسجل نزول جلالة الملك والرئيس ماكرون حينما وصل الموكب الملكي إلى منطقة باب الحد، وذلك للسلام على المواطنين الذين حجوا بالآلاف لمتابعة مجريات الاستقبال الملكي للرئيس الفرنسي. بهذا الموجز القصير أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.